لا، سؤال رقم 3، ثني الأسماء الآتية بزيادة ألف ونون. هلا في عنا قاعدة المثنى، حكينا هو ما دل على اثنين، هو ما دل على اثنين، علامة رفعه الألف والنون، يرفع بالألف، هاي هي علامة التثنية. ألف التثنية هي الألف التي تنتهي بها الأسماء التي تدل على اثنين في حالة الرفع، له لمين؟ للمثنى. كيف تكتب ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة؟ أول إشي، إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يمكن وصله بما بعده وكتبت الهمزة على ياء اللي هي نبرة اللي بنحكي نحن مرات كرسي، فإن إيش؟ بنكتبها من على نبرة. يعني إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يمكن وصله بما بعده نكتب الهمزة على ياء اللي هي على نبرة. الياء هون مثل بطيء، الياء هون ممكن وصلها بحروف سابقة، هلا في حروف يمكن وصلها وفي حروف لا يمكن وصلها، الياء من الحروف التي يمكن وصلها، معناته كتبتها هون على إيش؟ على نبرة بطيء آن، وزدت الألف والنون. إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة لا يمكن وصله بما بعده بقيت الهمزة كما هي منفردة على السطر، مثل جزء بتصير جزءان، منخليها الجزء زي ما هي بس منجيب ألف ونون ومنحطها، لواء بس منحط لواء ومنضيف ألف ونون. القاعدة سهلة كتير، إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يمكن وصله بما بعده شو بنساوي؟ بنكتبها على نبرة، إذا لا يمكن وصله بما بعده بنخلي الكلمة زي ما هي مثل كلمة جزء بس منضيف ألف ونون. حل السؤال رقم 3 صفحة 12، بدي تحلوا لي إياه وأشوف كيف حلكم إله وتبعثوا لي إياه. هلا في عنا قاعدة أخرى أيضا اللي هي كتابة الهمزة، كلياتنا كل كثير من الطلاب ماذا يا يعني لا يمكنه كتابة الهمزة بشكل صحيح. سؤدد، تفاؤل، فأس، كيف يكتبها؟ على ألف، على نبرة، على واو. هون إلها قاعدة بسيطة جدا. هلأ منتخذ قانون أقوى الحركات. أقوى الحركات كما قلنا هو الكسرة، يعني كسر، نكسر، هذا هو أقوى الحركات اللي هي قاعدة إيش؟ أول حركة اللي هي حركة تكسر، الكسر، تمام؟ شو بناسب دائما الكسرة؟ بناسبها الياء أو النبرة والكرسي اللي احنا بنحكيه بالعامية، كتبتها على كرسي، كتبتها على نبرة. ثاني الحركات هي الفتحة ويناسبها الألف، ثم الضمة ويناسبها الواو، ثم السكون ويناسبه وهي أقوى أضعف الحركات. في عنا السؤال رقم 5 في صفحة 13، في عندي أشوف الحرف الذي قبل الذي قبل الهمزة ما هو الحرف، ثم يوضع عليه الحركة المناسبة. إذن الهمزة على واو، الحرف الذي قبل الهمزة أو سو سو سو، معناته إيش؟ الهمزة على واو. طب شوفوا لي هون تفاؤل، تفاؤل، أل، أو، أو. طب شوفوا الحركة اللي هون، فأس، ف، ف، شو بناسبها؟ الألف اللي هي معناته حركة الهمزة على ألف، وهكذا. نحل السؤال رقم 5 وابعثوا لي حلكم لسؤال رقم 5. نشوف هلا سؤال رقم 6 اللي هي عن ألف، اللي هي عن تنوين الفتح بعد الأسماء. يوضع تنوين الفتح فوق الحرف الأخير من الكلمة، هيك احنا بنعرف، ويضاف ألف تنوين الفتح متى؟ إذا كان الحرف الذي يسبق الهمزة لا يتصل بغيره، حكينا قبل شوي لا يتصل بغيره، الحروف التي لا تتصل بغيرها هي الدال والذال والألف والواو والراء والزين، يضاف ألف تنوين على الهمزة وتضاف أيضا الألف. اثنين، الاسم المقصور، لما نشوف اسم مقصور يعني آخره الألف المقصورة،
نضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف. فتى قبل الألف المقصورة، هاي الألف المقصورة وين نضع ألف التنوين اللي هي التنوين؟ فتن على التاء. أيضا نضع ألف تنوين النصب إذا كان الاسم ينتهي بحرف صحيح، حرص حرصا، هون نضع ألف تنوين. وإذا انتهى بتاء مربوطة نضع التنوين على التاء المربوطة. سنة سنة. إذا متى نضع الألف اللي عليها تنوين؟ فقط إذا كان الاسم مقصور نضعه على القبل، نضع الألف، منحول الألف المقصورة إلى ألف ممدودة ونضع عليها التنوين. أيضا نضع إذا كان الحرف الأخير هو حرف صحيح. أما إذا انتهى بتاء مربوطة نضع تنوين الفتح على التاء المربوطة، وهكذا. أيضا في عنا آخر واحدة، إذا كان الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف مد يوضع التنوين على الهمزة. سماء سماء، هاي أيضا مهمة جدا. الاسم إذا الاسم المنتهي بتاء مربوطة مثل سنة نضع التنوين هون على التاء المربوطة، ما منحط لها ألف، تمام. إذا كان منتهي بألف مقصورة هاي مثل فتى، بنضع الألف عند التاء وبنضع الألف عليها، فتى، منحط التنوين على التاء ونحول الألف المقصورة لإيش؟ لألف ممدودة. الاسم المنتهي بألف مد يوضع الهمزة قبلها ألف مد مثل كلمة سماء بناء، نضع التنوين على الهمزة مباشرة، سماء سماء، وهكذا. ويعطيكم العافية، منحل سؤال رقم 6 في صفحة 13 وأشوف أجوبتكم، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون استفدنا مع بعض. وإذا إشي مش واصلكم تبعثوا لي إنه أعيد لكم شرح قاعدة معينة ومنعيده مع بعض. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.